في ارتيكل وخاصه في المرحله الابتدائيه. باش نقول لكم اللي فما الدول المتطوره نوعا ما في العالم يا سي بلال، الست سنوات الاولى من المفروض ما يدوبلوش فيها. يقول لك مش معقول انت تلميذ عمره 7 سنين تدوبلو، معناتها الغلطه منك اذا ما فهمش مش من التلميذ، مازال ماهوش في عمر ينجم يحاسب فيه. مثلا في الستينيات كانت نسبه الدوبيل في تونس 30%، في السبعينات تراجعت، في الثمانينات 20%، التسعينات 14%، توا الدوبيل في السنوات 2000 10%، وتوا الدوبيل في الابتدائي 6.7%. البلدان اللي ما عندهاش دوبيل، اليابان ما يدوبلوش، كوريا الجنوبية ما يدوبلوش، النرويج ما يدوبلوش، بريطانيا ما يدوبلوش، السويد ما يدوبلوش، فنلندا ما يدوبلوش، واعطيت دولك اللي متطورة على الاخر. في فرنسا تقريبا ما يدوبلوش باستثناء اللي عنده معناتها مشكلة ذهنية ولا غيره، لانه من المفروض التلامذة ما عندهمش امتحانات ونوتات. كل البلدان بالالوان اصفر احمر اخضر، ملاحظات كي توصل تفوت سنه سادسه وقتها نولي نحاسبك بالنوتات وغيره. شنو رايك مطران وانت المتطور فينا يعني؟ ربي يفضلك، لا انتم ما شاء الله عليكم. سي نوفل، انا مع النظام هذا التعليمي العصري مواكب العصر. يلزم لمده 6 سنوات ولا 7 سنوات التلميذ يلعب في المدرسه وهو يتعلم. لا يقعد يلعب للباك. احنا ايه لهنا يلعب الباك اعطيك رقم اللي سنه اولى ابتدائي يدخل في تونس 25% منهم فقط يوصلوا الباك. شيء كبير خاطر برشا اليوم شيء كبير. بليل 25% من اللي يدخل سنه اولى باش ياخذ الباك. نزيدك رقم باش تدوخ. 60% اللي بين 7 و14 سنه في تونس، 60% بين 7 و14 سنه لا يجيدون القراءة. ها بابا. اي. ولين نحكيو على أمية الناس اللي تقرا. نزيدك أكثر يا سي نوفل، 7000 تلميذ في البكالوريا ياخذوا 0 في اللغة الفرنسية. في اللغة الفرنسية، الله. في باكي ناخذوا 7000. يا سي نوفل مش معقول التلميذ من الابتدائي للثانوي معناها يطلع أمي. لا تعلم لا تعلم لا حروف لا لغه لا حساب لا حد شيء. اما 7000 في الباك اللي خذوا صفر. الوزاره كذبته قالت مش قالوا فيسبوك قالوا الوزاره وقتها يا سيدي حتى 1000 نقولوا نقولوا حتى 1000 ما ناش نبيعوا نشريوا. مش لا مش برشا نوتاتهم خايبين. راهو احنا كي نقولوا على حاجه يا نوفل ما يلزمش الطرف الاخر يتقلق. يا مطران اي نعرف. انا قلت لك الوزاره كانت كذبت هذا الرقم وانا مع الوزاره. لحظه سمعت الوزاره قالت ما يا اخي شنو ذنب وانا مع الوزاره وانا مع الوزاره وانا نصدق الوزاره وانا نصدق الوزاره يا سي نوفل. وقت التلميذ يخرج من السنه السادسه ابتدائي ما يعرفش يقرا ما يعرفش يكتب اسمه فما مشكله يا نوفل. في شكون؟ في شكون؟ في المعلم؟ في البنية التحتية في المدرسة؟ في الولي؟ علم في الولي بالعائلة. الولي ما عنده حتى دخل. عنده نعم استنى بشكلك حاجة نعم. في التعليم ما عنده حتى لا دخل. لا عنده دخل. فاش شنو انت تقري ولدك وانت كان ولدك لحظة ولدك يوصل 7 سنين ما يعرفش يقرا ما هو انت فيق. شوف يا نوفل ما هو انت علم ما هو انت عمل عركة ما هو انت قري. بشكلك علاش ما هو هذيك مشكلتنا. صحيح الولي عنده مسؤولية. فاش مسؤولية الأولى انه يهز ولده اللي مش مختص في التعليم في التربية. هذا إشكالية كبيرة وأنا قلتها على مسؤوليتي نتحمل هذا. وقت اللي أنت تحطه في سنة تحضيري في عود يلعب فقط يلعب فقط ولا شوية ألوان وشوية واحد أنت تقريه بطريقة بيداغوجية معناها مضروبة 67% باش نعطيك راهو ما يتعلم حد شيء. مطران 67% من تلامذة الابتدائي يقراوا يتيود في تونس. نعرف باش يوريك أن الولي متمسك ويحب يقري ولده. وهذيك مشكلة كبيرة كان تحب نهار نجبدوها ونحكيو عليها. اللغات على بكري وكل شيء على بكري يقري فيه. يا نوفل في المدرسة فما مربي مختص مرسكل قاري في مدرسة المعلمين ولا في ترشيح المعلمين ولا مش عارف شنو ولا ما عادتش ولا ما نعرفش مازالت ولا هذاك هو اللي يتبنى التلميذ ويقريه على اسس بيداغوجيه. انا اش قلت لك؟ انا مع تعليم عصري توا. ما عادش التعليم القديم هذاك ما عادش يواكب العصر. انه لمده 6 سنوات يتعلموا اللغه، يتعلموا الفرنسيه، يتعلموا الانجليزيه، يتعلموا العربيه، يتعلموا الحروف، يتعلموا شويه حساب، شويه اعلاميه بدون امتحانات يا نوفل، هام جدا. هي هذاك اش قلت؟ بدون امتحانات. نزيدك 70% من التلامذه بين 7 و14 سنه لا يجيدون قراءه
جملتين بالفرنسية. دور العائلة هنا بليل صادمة الأرقام. إيه صادمة على الأخر دور العائلة هنا قبل قبل المدرسة. كل قدوة في التعليم. قدر الحقيقة. قدوة بعد قدوة. الولي والأم والبو تخليوا على دورهم في الدار. تقرأ الولد في بينه يقرأ تيودك هاو. تقرأ الولد قصة تقرأ معاه تشد عليه الإملة. هو تتعلم وتتحط انت وياك يقول راح تقري تفرج معاه حتى في حاجات ليه تقول له مثلا هو عندك الفقره ذي احفظها تو نجي بعد نملها عليه نملها عليه ما عادش تعمل هذيك الام ما عادش وليت تو تشد على صغارها يقراوا البو ما عادش يروح يحط الطاوله ويقول لهم يجوا نقراوا وليت تو ويك برا طيش في المدرسه كمل من المدرسه طيش في اليوتيوب طيش من اليوتيوب خليه يروح يرقد معناها ولينا انا نقول العائله هي السبب مثلا التعليم التعليم ما تبدلش في الاخر التعليم ما تبدلش اللي قريته انت واللي قريته انا واللي قراها انا واللي مش يقرا برسكو غلطه غلطه شوف انا راى انه العائله هي اللي تخلت على دورها تاع اكل بالنسبه ليك هل انت مع ام ضد انه تتنحى الامتحانات مثلا اقول لسيتها لا ماذا بي تقعد امتحانات انا خاطر باش تعرف النيفو نتاع التلميذ اي اما درجه التقييم فل ست سنين نجم يدوبل والله نوفل اللي نقراو معايا وقرينا انت باش تكون دوبل في الروضه قرينا ودوبل العبيد ثلاث سنين في الروضه بعد خرجوا دوبلتهم بعد سي نوفل تعرف واحد ومعانا طفل اللي السلام عليكم اللي دوبل في الروضه السلام عليكم عمي نوفل يا اخي ايش فيك انت؟ شنو المسير ما فهمتش في الروضه؟ شنو المسير ما فهمتش؟ دوبلت في السوسيت؟ لا لا دوبلت في اللمزه مع بالله ماكش حافظ عادة أبي للداري بالله يقول ترى قولها لي عادة أبي حفظ سيتها حفظ سيتها عم حفظ الراب حفظ سمارة سمارة عرفتها أغنية سمارة حافظ سمارة ماكش حافظ مانيش نغالب أنا معاه الحق مع الامتحانات تبقى انا لكن انا معاه انه ينقصوا شويه في توكا كوريا والسويد والنرويج مش كيفك في الكوريا والسويد والنرويج حتى كي ما يدوبلوش يتخرج يخدم غدوه نحن لازم دوبل شويه باش سوق الشغل يخف فهمت راهو يفهم التلميذ كي تخيل على طيباطيه انت الحكي التلميذ في المكتب دوزيام اني لازم يخدم الكل ما عاد يخدم حد لازم يدوبلو كعبات باش يخدم يخدم اما انت تحكي على سنه ثانيه وسنه ثالثه ابتدائي في المكتب العمومي في تونس ساعات جيت تلقاها وفما مشكله انا وين عانيت منها المشكله باغ اكزومبل دوبلت في تلقى ما دوبلتش انا اما تلقى مثلا لك الكارني اللي يعطيهولك تلقى 18 في الفرنسي 17 في العربيه تجي في الحساب تلقاها 9 ولا 10 في اللقاء 16 زيد هوني اللي نوت اللي يعطيو فيهم في المكاتب 6 على 20 و7 على 20 في الرياضيات الحساب ويعطيك وضعيه معقده فليح قام واشتري ودرشوا على خاطر معقده في استيعابك انت انا إيه ليه ليه انا انا ايش نقول لك في المات مثلا في المات ما نفهمش ايش نقول لك اللي تيري فما مشكله معناها اليوم لسه فما اي حاجه نتكلم انا الرا انه كي يعطيك نوتات ولدك بار اكزومبل يقول لك في العربيه مثلا راهو ضعيف وفي الحساب مثلا يخو 19 قوي في السيوم في هي ما التوجيه رابعه تعرف انه ولدك لا تعرف انه ولدك ميوليته مثلا سيونتيفيك تولي تركز له اكثر على السيونس مانيش مانيش كونتر انا كونتر على الكرني اللي تعطاه توجيه انا ما يدوبلش كيفاش نعرف يا بليل انا كونتر انه كشهاده الامتياز والاستحسين وشهاده الشرف على خاطر ما عملنا بهم شيء انا قلت لك ست سنين ما عملنا شيء ما تخدم التلفزه مش مدخل الخدمه معني انا كل عام ناخذ شهاده نشجعك هذيك راهي نعطيو شهاده مش قرايش يا سامحني تقول شهاده بربي لحظه بربي قداش نحس فيها احتقال بالتلفزه اللي تقرا في الكلاس لحظه تقول لي هكا معناها في الاولمبياد اللي يجينو اللي يجي الثاني لازم ما نعطيوش ميداي باش يجي الاخراني مسكين ما يبداش يبكي كلاس فيه 30 لحظه كلاس فيه 30 فما تلميذ خذي 14 ولا 13 الاخر خذي 17 يخو هو امتياز مسيك ان هو ما يخوش باش يحفزوا باش المره الجايه يخو يجي من نوع الجي سي سي ما فرقوش جوايز على افلام نعرفهم هيك جوازك من نوع هذيك مطرا نايا باش تقول لي من بعد اللي تولي ما حكيتش برشا راه مطرا وما تخشش اليوم لا لا ما تخشش والله تراجع فكرتك خير كلامي انا اصح ارجع اجي معايا خير في جانب منه انا مع عصرنه التعليم يا نوفل المشكله ما عندكش تبشيره مطرا ما يلزم عصرنه التعليم يلزم الله غالب فيهوش ما يدرس مسكر فيهوش ما تحبوا يجيبوا السنة فما ما في التواليت في المدرسة كلها الحمد لله نوفل أكبر مشكلة يعيشها التونسي بصفة عامة ذكي التونسي ذكي عنده ذكاء حتى صناعي كيف حكيت الفير غير لكن ما يتقنش اللغة لا يتقن لغته العربية للفرنسية للإنجليزية علموا أولادكم اللغة علاش وقت تعلموا اللغة حتى إشكالية حسابية في الرياضيات يا نوفل يفهمها
هو يقرا بالفرنسيه يعملوا له اليقاظ بالعربي كيفاش يدخلوا له مخه بعضه يلزم اللغه ما ترى ما حتى حاجه تقوي اللغه كيما المطالعه والقراءه ضروري قبل كنا نقرا وكانت عندنا احنا صغار قصص نقراو القصص المكتبة الجريدة نقراوها حتى صغار نقراو الجريدة ثم يا نوفل هذيك تقوي التلميذ ما يستوعبش في القسم علاش ما يستوعبش في القسم يستوعب في الدار على خاطر الكرطابلة نتاعو ثقيلة جدا هو يعاني فيها شو دخل الكرتابة سي مطران ثقيلة ما ندخلش نعطيك حاجة أخرى سي مطران نعطيك حاجة أخرى هذيك تأثر على ذهنيته برنامج برشا على ذهنه نعطيك حاجة أخرى أي برنامج وإحنا شنو نعملوا سامحني سي وليد يقرأ عند معلم ونهزوه باش يعمل لي تيل عند معلم مصري ايه جوست تعطيه معلومه كوم معلومه صغيره ولا معلومه صغيره ولا معلومه صغيره وليد نخاف من معلومه والله ليه والله ليه بالعكس انت هذه اكثر واحد فاهم اشكاليه التعليم والتدريب ساعات ما يحبش يقرا تعرف علاه زاد يعمل على اليوتيوب تقول له شبيك يقول لك خويا على اليوتيوب بعد باش نفهم لا يركز في الكلاس ولا يعمل مجهود ولا حتى شيء بعد عند اليوتيوب باش يفهم يلا هذيك المشكله زاد مشجع بشويه حصه اليوم باش نعمل اسئله محرجه توا انا ما نعرفش ثلاثه دقائق الى الجوع قبل ما ناكل جاء ثلاثة دقائق من دخولك راه نجمو من دخولك اي يلا شوية جدية بنفضلكم ما عادش نمشيو موسيقى لحظات الحقيقة زعبار يحب يتعشى ما عادش فما موسيقى زعبار يحب يتعشى ما دا يجوع اي خدمت مع برهان بسيس ومحمد الخميسي شكون اللي تعلمت منه أكثر ولا بد من جواب واضح نطلب